السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أول مرة تتفرجوا على فيديوهاتي أنا نايل، أتمنى أن أنتوا تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وكمان ما تنسوش تعملوا لايك. النهاردة إن شاء الله هنبدأ كده تفريزات لرمضان بسيطة وسهلة. نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول حاجة عندنا البطاطس، بنجيبها طبعا. البطاطس دي من الحاجات بقى اللي بتحيرنا شوية لما بنيجي نشتريها، ساعات بنجيبها للتحمير وفي الاخر بتطلع طبيخ مش تحمير، فاحنا هنتفادى الموضوع ده ونخزنها بطريقة حلوة، وفي نفس الوقت لما نيجي نطلعها نحمرها تطلع مقرمشة وحلوة كده. اول حاجة بقى هنجيبها ان البطاطس نقشرها ونقطعها صوابع كده بالطريقة دي، متبقاش عريضة ولا رقيقة، تبقى متوسطة كده. كمية البطاطس اللي عندك كلها بقى تعمليها بنفس الطريقة كده، ماشي. وبعد كده واحنا بنعملها كده نبقى حاطين مية على النار كده بنغليها. نكمل الكمية كلها اللي عندنا. بطاطس من الحاجات اللي كلنا طبعا بنستخدمها في البيت، وبعدين بنستغل بقى فترة ان هي تبقى حلوة كده وسعرها حلو وتبقى لسه جديدة ونخزنها. ان شاء الله الاسبوع ده هعمل لكم حاجات كتير قوي للسحور، مربى وجبنه ولانشون فراخ وحاجات كتير قوي حلوه. استنوني ان شاء الله هعمل لكم حاجات هتعجبكم. بس انا قلت بقى نعمل بس حاجه بسيطه كده نتسلى فيها دلوقتي، البطاطس ودي طبعا مش بنستغنى عنها في رمضان يعني. نعمل كل البطاطس اللي عندنا، بعد كده بقى بعد ما قطعناها بالطريقه دي هنجيب الميه المغليه ونحطها عليها ونسيبها لمده دقيقه كده في الميه المغليه لحد ما نحس ان البطاطسيه نشفت. بعد الدقيقه كده ناخدها بقى نصفيها كويس ونكون محضرين ميه وفيها مكعبات تلج، ماشي. اتاكد بس ان البطاطس كلها اتشربت من الميه السخنه دي. بعد ما صفيناها بقى وجبنا مكعبات التلج وحطيناها في ميه كده، بصوا نغطي بقى البطاطس بتاعتنا كلها بالمكعبات التلج بالميه كده بالشكل ده. بعد كده نحط بقى معلقه ملح كده صغيره عليها عشان البطاطس ما تسودش مننا، ونبدا بقى نحمر البطاطس بتاعتنا. نسيبها شويه كده لحد التلج ده ما يدوب خالص، بعدين نجيب بقى طاسة كده على النار ونحط فيها الزيت ونحمر بقى البطاطس بتاعتنا. نتأكد بس ان الزيت سخن كويس قبل ما نحط فيه البطاطس. نحمر بقى البطاطس بتاعتنا نص تحميرة، يعني يا دوب بس نحس ان البطاطسيه نشفت كده واخدت اللون الاصفر ده، ما نطلعهاش بقى بيضة عشان ما تتهريش مننا، نطلعها الواخده اللون الاصفر الحلو ده اللي هو بدايه التحمير كده. نطلعها بقى على مصفى او على منشف مطبخ، اي حاجه او مناديل براحتكم، نحطها بقى كده نسقط صفي الزيت بتاعها، ماشي. ونكمل بقية الكمية بتاعتنا، بس اهم حاجة طبعا بعد ما نطلع البطاطس دي ما نحطش عليها بطاطس تاني. نجيب بقى صينية كده واسعة او حاجة ونحط واللي نطلعه ونسيبه يتصفى، وبعد كده نحطه في الصينية الواسعة دي عشان ما نطلعش على بعض، عشان برضو ما يتهريش، لان ناخد بالنا ان هي لسه مستوتش اصلا، فلو حطينا على بعض هتتهري. فنجيب الصينية دي كده بعد ما تصفي زيتها ونفردها بقى على البطاطس بتاعتنا على الصينية، ونعمل الكمية كلها بنفس الطريقة دي لحد ما نخلصها بالشكل ده كده. بصوا البطاطس لسه برضو ايه من جوه عايزة تستوي شوية طرية، فناخدها بقى في كيس تلاجة ونقسم بقى البطاطس بتاعتنا للكميات اللي انتوا عايزينها على حسب استخدامكم. نحطها في الكيس، يبقى مثلا ايه نطلع كيس بكيس كده،
على حسب الاستخدام، ونخلي البطاطس اهم حاجه مايله كده، ما نوقفهاش عشان لو وقفناها هتتكسر مننا طبعا. لو حطيناها في الفريزر لما نيجي نخزنها برضو نخزنها تكون مايله كده. نقفل الكيس كويس، نطلع منه الهواء ونقفله كويس، ونعمل بقى الكميه اللي عندنا كلها بنفس الطريقه دي. يا رب بقى تكون عجبتكم، ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك، والسلام عليكم.